أعلن لسيادتكم البيان العلني للجنة العامة الأولى محافظة شمال سيناء ومقرها قسم شرطة أول العريش. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 990,988. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 38,389. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2,853 صوت. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 35,536. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح 1 عبد العزيز مطر إسماعيل سالم واسم الشهرة عزيز مطر وحصل على 19,897 صوت. 2 ياسر حمدي أحمد الرابي واسم الشهرة ياسر الرابي وحصل على 15,639 صوت. وشكرا. طبعا أستاذ هو هتبدأ.